use the Rose theorem to show that in the equation هذه تساوي لقيمة A has at most one solution. أول شيء قال لي إنه أثبتي أن الدالة هذه على الأقل لها حل واحد. أول ما أشوف الكلمة هذه at most one solution يعني لها حل واحد على طول Rose theorem. حتى لو ما قال لي بس هني قال لي استخدم النظرية اللي هي الروز، بس لو ما قال لي إن استخدم الروز ثيرم وقايل لي has at most one solution يعني لها حل واحد راح استخدم الروز ثيرم، حتى لو ما قال لي راح استخدم الروز ثيرم. إيش راح أسوي هني؟ قال لي إنه راح تفرضين بالبداية فرض خاطئ إن يكون عندي حلين للمعادلة. ولازم نفس سافة المشتقة الثانية وطلع لي في خطأ لازم يكون which is wrong. أوكي الحلين الخطأ اللي راح أفرضهم هذول لازم يكونون هم الفترة. فأول شيء راح أقول له let the x1 and x2 are two different solution. زين هذول الفرض الفرض من اكس واحد واكس اثنين راح يكونون انترفل مالتي لان اساسا مو معطين هني انترفل. اوكي الفرض اللي فرضته راح تكون هي نفسها الفترة. الاف الاكس اللي معطيني اياها مو مسميها الاف الاكس فلازم انا اسميها لان من الشروط لازم يكون عندي معادلة ولازم يكون عندي لازم يكون عندي دالة ولازم يكون عندي فترة. هني مو معطين فترة فانا فرضت لي فترة متى افرض اذا قال لي at most one solution وافرض اذا كان inflection point. انزين الشرط الثاني لازم يكون عندي دالة او معلومات عنها. هني مو معطيني المعادلة مو معطيني دالة. المعادلة هذه مو صفرية فلازم لما اكتبها على الصورة صورة الدالة لازم اصفرها. انزين هذه الحين الفانكشن اللي طلعت لي مالتي راح اشتغل عليها اطبق خطوات الروز ثيورم واثبت لازم انه في خطا. راح اقول ان مجال الفانكشن هذه راح يكون r which is polynomial. انزين اول شرط لازم اثبت اتصالها راح اقول بما ان الf للx is continuous on r اذا الf للx is continuous on open interval x1 و x2 من وين؟ من الفرض اللي فرضته. الفرض اللي فرضته هو راح يكون interval multi sorry close interval. زين ثاني شيء راح اروح اشتغل لما اشتغل function هذه اول شيء 3 على 2 x دائما لما اشتغل رقم وجنبه x الرقم مش فيه ينزل 3 على 2 زائد sin عبارة عن cosine x ال a عبارة عن رقم فمشتقة الرقم صفر إذا ناقص الصفر. فالمجال الفانكشن هذه الديريفاتيف اللي جبتها راح يكون مجالها r فراح أقول بما أن ال f is differentiable on r إذا ال f is differentiable on open interval هي x واحد و x اثنين. إنزين آخر شيء بروز ثيرم إني أجيب صورة ال A وصورة ال B اللي هي أطراف الفترة فراح يكون ال F للX واحد و F للX اثنين. ال X الواحد أروح أشوف قيمة ال X الواحد هذه لما أعوض فيها بالدالة ما راح أقدر أعوض فيها فقال لي ال X الواحد وال X اثنين دائما راح يكون قيمهم صفر. كيف اطلع ان f x 1 تساوي f x 2 ليش حطيتهم صفر نفس سالفه الانفليكشن بوينت لازم يكون نواتجهم صفر عشان نقول انهم شنو متساويين. اوكي فالحل هذول لازم نفرضهم حلول فلازم يكونون ايش فيهم متساويين بعد اذا تحققت عندي النظريه فراح اقول from 1 and 2 and 3 The Rose theorem is satisfied then this exists at least one set من الفترة مفتوحة لـ x1 و x2 such that f prime لـ c تساوي لـ 0. أروح للمشتقة وأعوض مكانها بـ c. المشتقة اللي طلعت لي عبارة عن 3 على 2
زائد كوزاين الاكس اشيل حد مكانه صفر يساوي لي صفر، اودي 3 على 2 الطرف الثاني فطلع لي كوزاين الصفر يساوي صار 3 على 2. هذا طبعا غلط مستحيل، فهذا اسميه which is wrong، هذا غلط. ليش؟ لان الكوزاين انا اعرف ان مجالها او الرينج مالها يكون بين شنو شنو، الكوزاين السي لازم تكون بين واحد والسالب واحد دائما، فمستحيل تطلع لي قيم اكبر من السالب واحد والاكبر من الواحد للكوزاين. هني هذا السالب 3 على 2 اكبر من السالب واحد. زين، فراح اقول الاف للاكس تساوي لي سوري has at most one solution، نفس اللي انت تبي. يعني اخر شيء لازم اكتب لان في شيء غلط which is wrong، ان الكوزاين مستحيل تساوي لي سالب 3 على 2 وهذا صح، ان الفانكشن بس لها حل واحد.